مش انت بتاعت الجهاز؟ انت بتاع الجهاز. طيب انا بتاع الجهاز. انت مين وجايه هنا ليه؟ جايه عشانك. عشان انا؟ طيب مش نتعرف ببعض قبله؟ انا سامي بتاع الجهاز. وكمان عارفه اسمي، حاجه حلوه خالص. طب وسيادتك اسمك ايه؟ هميس. ها ايه؟ هميس ست حط ست نفر ست اتون. مش معقول، مفيش حد اسمه كده في الدنيا. هميس هميس هميس. عايزه مني يا ست هميس؟ انت. انا؟ لا يا ظاهر المساله هتطول. تعالي تعالي تعالي. قولي لي بقى، مين اللي بعتك؟ اتون اله الشمس، ابويا. هو ابو حضرتك بيشتغل اله؟ ايوه. اه طب وابو حضرتك بجلاله قدره عاوز مني ايه؟ عايزك تسافر. اسافر؟ اسافر فين؟ من هنا. انت باين عليك صريحه. قولي لي بقى، اتون اله الشمس ده مش يبقى برضه هو الدكتور حسن؟ حسن ازاي؟ حسن اللي اكتشف حول تحتمس جوز خالتك. تحتمس مش جوز خالتي، خالي جوز خالتي. يبقى في وسيط. وسيط؟ يعني حد قالك؟ ايوه اتون. يبقى اتون قال لحد والحد ده قالك؟ ايوه اخيت اتون. اخوكي مين؟ اخيت اتون ابن اتون اله الشمس، ابويا. اسمعي الكلام الفارغ ده ما منوش فايده. لو كانوا هما فاهمين هيضحكوا عليا بواحده زيك يبقوا غلطانين. اتفضلي من غير ما ترد، قولي الاتون بتاعك اللعبه ما نفعتش. مين فين جاي؟ رخ الاصداء. بتعمل ايه؟ فلسع مين؟ مش حاجه. مش هتبطل العاده بتاعتك دي؟ عاده ايه؟ اتفضلي انت رخ. في حد خرج من جنبك؟ لا مفيش. ده انا لسه مطلعها من الدولاب. ايه يمكن عند المكواجي؟ هي ايه اللي عند المكواجي؟ البدله. مش بتقول لسه مطلعها من الدولاب؟ بدله يا بني ادم. هميس كانت واقفه هنا بتكلمني دلوقتي. والله مش مصدقني. اسمع انت قاعد تكلم نفسك وتقولي كان في واحده هنا، اجي اكلمك على عفاريت تقولي بلاش كلام فارغ. انا راح انام ومسافر بكره، ده اذا جاني نوم يعني. الراجل بيكلم نفسه؟ حد يكلم نفسه الا اذا كان مجنون. Thank you.
كفاية، أنا عايز المقال ده يطلع في الجرائد بكرة الصبح. حاضر. أنا هخرب بيته. يا دكتور جرائي يا جرائي، هي وكالة من غير بواب؟ اتفضل اطلع برا. أنا متأسف أنا غلطان، إنما يا دكتور المسألة خطيرة خطيرة قوي. خطيرة مش خطيرة، اتفضل اطلع برا. معلش يا دكتور حقك عليا. لا يمكن، اطلع برا، خبط على الباب، ولما أقول لك ادخل ادخل. اتفضل. حاضر. مين؟ ما انت عارف انا المهندس سامي يا دكتور. عاوز ايه؟ عاوز اكلم سيادتك في حاجه مهمه قوي. مش فاضي، تعال وقت ثاني. اعمل معروف يا دكتور. الدكتور تعبان، اتفضل دلوقتي. يا مدموزيل افتحي ارجوك. عايز ايه يا حرام التاريخ يا ابن الاسره التاسعه؟ الله يسامحك الله يسامحك يا دكتور، الحقني يا دكتور، في مسألة مهمة أوي. إيه؟ جرى إيه؟ خلاص الجهاز اللي كنت بتدوره عليه؟ لا يا فندم، إنما لقيت حاجة تانية. اتفضل. إيه دي؟ مين اللي كتبني؟ مش عارف يا فندم. إزاي مش عارف؟ قمت من النوم لقيت الخرائط محروقة ودي محطوطة جنبيهم. إيه ده؟ ده اسم فرعوني. اسم؟ أيوه. اسم إيه؟ هميس. هميس؟ ده اسم واحدة، واحدة ست. آخر عروسة نيل. عروسة نيل؟ أيوه، كانت جت من العالم الآخر عشان تكتشف سر سرقة المقابر. جت من عالم آخر؟ حاجة حلوة خالص. أيوه يا سيدي، جت ورجعت تاني. يا سلام، جت ورجعت تاني. أيوه جت. ما تخلصني بقى. أهي صورتها أهي. هي بعينها. هي بعينها؟ يعني قصدي مش هي دي هميس بعينها اللي أنتوا بتقولوا عليها؟ في أي معلومات تانية عنها؟ طبعًا في الكتاب. الكتاب؟ طب عن اذنك يا دكتور، انا هستلف الكتاب ده وابعت لك كتب البترول. اعمل ايه بالجاز بتاعك؟ يمكن تلاقي علاقه بين الجاز والفراعنه. بين الجاز؟ يمكن. محدش عايز يشتغل في الشغلانه دي خالص. والعمل؟ اسافر اجيب عمال من بحري؟ لا، اسافر انا عشان اجيب فلوس كمان. اللي يعجبك يا فتحي. افندم احجز لنا في اول طياره عشان احنا مسافرين مصر. مش هنحضر الشنط؟ ما احنا راجعين تاني. ارجع تاني؟ لا يا عم انا مش راجع. لا راجع راجع. صباح الخير. صباح الخير. المدير موجود؟ ايوه، هو مستني حضرتك. طب معلش استناني. ايه ليه بس؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير، الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك يا فندم. ها ازاي الحال عندك؟ كله خير يا فندم، بس انا فهمت من تقريرك الاخير بان في حاجه مش مظبوطه في العمليه. انا كمان ما رضيتش اخد سيادتك. تخضني ليه؟ حصل ايه؟ في الحقيقه في حوادث غريبه حصلت. ايه خير؟ البير اللي حفرناه اتردم بالليل والبريمه اتسرقت، انما لقيناها مرميه في النيل. يعني في عصابه؟ طب ليه ما اخترتوش البوليس؟ هي مش عصابه، انا قابلت هناك راجل بتاع اثار وحاول يمنعني، قال لي ان انا بحفر فوق قبر عروسه النيل. عروس النيل. اهلا استاذ شريف. لا والله المساله متوقفه شويه. في البحر الاحمر ان شاء الله كله كويس. 94. لا مش كتير. تحت امرك في اي وقت. مع السلامه. اعملي معروف اخرجي دلوقتي. عايز اسمع هتقول ايه؟ هقول اللي حصل. هقول ايه يعني؟ بتكلم مين يا سامي؟ لا مفيش حد يا فندم، مفيش مفيش مفيش. وبعدين؟ انت جيتي تاني. مالك يا سامي؟ مش على بعضك ليه النهاردة؟ انزلي من على دماغي لأخرب بيتك، انزلي. انت تعبان يا سامي، تعبان قوي. انت لازم تاخد اجازة شهر. روح روح وبعدين نبقى نتكلم. لا ما يمشي يا فندم، مشي خلاص. هي مين؟ عروسة النيل. ها؟ انا هفهم سيادتك. لا لا لا، بعدين بعدين بعدين. الأستاذ سامي في اجازة من النهاردة.
هو اصله تعب قوي في الصعيد. اتفضل. شكرا يا فندم. ايه عملت ايه؟ زفت زفت. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. كويس ان انا لحقتكم. تيجي معانا يا فتحي؟ على فين؟ تتغدوا عندنا؟ لا اتفضلوا انتوا. طيب باي باي. بابا. مالك يا سامي؟ انت مش طبيعي من ساعة ما جيت. مفيش حاجة. اخرج من هنا. اخرجي انت اعملي معروف. اخرج اروح فين؟ لا مش انت مش انت مش انت. تليفون يا ست. جايه هنا كمان. انت عايزه توديني في داهيه. اخرج. اخرج بس سيبيني. كفايه المدير فاكرني مجنون. هتطير الجوازه كمان. انت كنت بتكلم حد؟ لا ابدا. بابي اللي كان بيكلمني دلوقتي. عايز حاجة؟ بيقول عنك حاجات غريبة. غريبة؟ يعني ايه؟ يعني انك عصبي وبيتهيألك حاجات. انا ما بيتهيأليش اي حاجة. هو مش عاوز يتفاهم. عن اذنك انا تعبان. سامي اوعى تنسى الحفلة ليلادي. حفلة؟ حفلة عيد ميلادي. انت نسيت ولا ايه؟ عيد ميلادك. طيب. اهلا بيك يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا ديدي. وانت طيب يا عم. ازيك يا باشمهندس؟ رئيس مجلس اداره بيقول لك ازيك وما بتردش يا سامي. ها؟ انا متاسف. ما خدتش بالي. طب خلي بالك عشان عضو مجلس اداره المنتدب جاي. اهلا عقبال 100 سنه وانت طيبه يا دنيا. عقبال فرحكم ان شاء الله. ميرسي يا انكل. ها يا سامي ما تشد حيلك. مستني ايه يا اخي؟ ايوه يا فندم انا هجيب البريمه وارسم الخرائط من اول وجديد. بريمه ايه وخرايط ايه؟ انا بكلمك على الفرح يا اخي. الفرح. ايوه يا فندم. قريب 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 خالص. قريب 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 قريب. سامي مالك؟ تعال انا عايزك عشان اكلمك في البراند. اسمع يا سامي، بابا قال لي عنك حاجات غريبة وأنا نفسي شفت. شفت إيه بس؟ شفت إنك بتكلم نفسك. أنا عمري ما كلمت نفسي. وبتكلم حد مش موجود. وعمري ما كلمت حد مش موجود. إذا كانت الصدمة أثرت عليك، ممكن تستريح لغاية ما أعصابك تهدى وبعدين تبقى تسافر. أنا أعصابي زي ما كانت، حديد، حديد، حديد. ديد. تشرب حاجة؟ طيب أنت تشربي حاجة؟ لا، خليك أنت. أنا هروح أجيب حاجة نشربها إحنا الاتنين. ايه هنا؟ انت تسيبينا وترجع البيت. ديدي تزعل. وايه يعني ما تزعل؟ هو يزعل. هو مين؟ ابوها مدير الشركة. وماله؟ وماله ازاي بس؟ سامي سامي. شايفة؟ خليكي هنا. اوعي تمشي. انت كنت فين؟ كنت بشم الهواء. اعملي معروف روحي دلوقتي. انت بتكلمني؟ لا ابدا. امشي دلوقتي هتوديني في داهيه. انت بتكلم مين؟ انا؟ لا ابدا ولا حد. طب يلا بينا نطفي الشمس.